أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة تصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء لكنها تقوم في آخر الليل، السؤال: هل الأفضل لها أن تستمر على قيام الليل بعد العشاء أم تصليها في آخر الليل؟ إذا كانت تثق من قيامها آخر الليل فتؤخر، الأفضل أنها تؤخر إلى آخر الليل وتختم صلاتها بالوتر. أما إذا كانت لا تثق من قيامها تصلي أول الليل وتوتر، فإذا تيسر أنها قامت من آخر الليل تصلي ما تيسر وتكتفي بالوتر الأول. نعم.